طرحت منصة واتشت البرومو التشويقي لمسلسل دواعي سفر بطولة الفنان أمير عيد استعدادا لعرضه قريبا. كمان نشرت الصفحة الرسمية لمنصة واتشت البرومو عبر حسابها الرسمي وقالت استنوا مسلسل دواعي سفر من أعمال واتشت الأصلية قريبا. مساء الخير يا فندم، بكلم حضرتك في وقت مناسب. أنا كنت بحاول أنتحر بس فالوقت مش مناسب، فممكن بعد إذنك يعني تسيبني إن أنا أموت وأنا مرتاح. هابي بيرثدي تو يو. أنت مين؟ أبطال إبراهيم جارك. إيه؟ مش فاكرني؟ الحقيقة أنا مش فاكر إن إحنا كنا جيران يعني. أنت كنت صغير يمكن مش فاكر لما عزلته من عندنا. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ دي كورة تضيعها. أنت بتعمل كده ليه؟ أنا مش كذاب. انا ما قلتش انك كداب طبعا، ايه لو انت حاسس انك كداب يعني؟ موضوع صحابك ده برضو جايين وكده ولا عيش؟ عيش يا عمي، عيش كل يوم وكأنه اخر يوم. مبسوط؟ هوي.